بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله فتح الله له البلاد وقلوب العباد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نبدأ أيها الإخوة بدرس جديد من هذه الدروس العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يبارك بها وأن ينفع بها، ونشكركم على الحضور. وسوف نبدأ بهذا الدرس الذي هو شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وكلنا أيها الإخوة نعرف أهمية التوحيد، فإن التوحيد هو دعوة الرسل، وعمل من غير توحيد فهو باطل، كما قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والرسل من أولهم إلى آخرهم كانت دعوتهم إلى التوحيد كما سيأتينا، والكتاب كله في التوحيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فالتوحيد أول واجب، وهو من أهم الأمور، فينبغي على المسلم أن يهتم بالتوحيد وأن يكون أول شيء في حياته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة إلى آخر الحديث. ومن هذا المنطلق سنبدأ على بركة الله بشرح هذا الكتاب، نجتمع نحن وأنتم ونشرح ونستفيد من بعضنا، ونحاول نذكر ما قال أهل العلم في شرح الآيات والحديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. ومن المعلوم عند العلماء أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ حسن. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإن قال قائل: ما الدليل؟ ما الدليل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ نقول: الدليل هو الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع. والنوع الأول هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله، توحيد الله هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهذا التوحيد أقر به جميع الناس، ما أنكره أحد، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والتوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعالك أنت، كالدعاء والنذر والعبادة، أنها يجب أن تكون لله عز وجل. وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه النزاع بين الأمم ورسلهم، وهذا التوحيد من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حارب الكفار واستحل دماءهم لما لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان وإثبات أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وبعد هذه المقدمة نبدأ على بركة الله. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابه بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم.
وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. ففي كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم عليكم السلام، إلى هرقل عظيم الروم، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أول آية في الكتاب وفي هذا الباب الأول، وهو وجوب التوحيد. فذكر المصنف قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الباب الأول ذكره المؤلف هو باب وجوب التوحيد، أراد أن يبين حكم التوحيد. وحكم التوحيد ما هو؟ واجب فرض عين على المكلف أن يوحد الله تبارك وتعالى. ما الأدلة؟ ذكرها المؤلف 5 آيات وحديث واحد ذكرها في الباب، سنتكلم عليها إن شاء الله. إذن أول باب في كتاب التوحيد ما هو؟ هو وجوب التوحيد، أراد أن يبين المؤلف ما حكم التوحيد، وبين بالأدلة أنه واجب وفرض عين على كل مكلف، والأدلة ذكرها المصنف كما ستأتي. هنا مسألة: هل يسقط التوحيد؟ يسقط بحالة واحدة، ما هي؟ الإكراه، حينما يكره الإنسان على ترك التوحيد فإنه يعذر بهذه الحالة. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو هدد الإنسان بالقتل أو بالسجن، هدد تهديد قوي ملجأ على أن يترك التوحيد، فإنه يجوز له يتركه بلسانه، لكن قلبه يجب أن يكون مطمئن بالتوحيد. إذن هذا العذر الأول، متى يسقط التوحيد بالحالة الأولى؟ ما هي؟ في حالة الإكراه، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحالة الثانية العذر، الجهل. هل الجهل عذر أم لا؟ قال بعضهم إن الجهل عذر، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وش الشاهد؟ ما جاءهم رسول، والله ما يعذب إلا بعد إقامة الحجة. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالذي ما تبين له شيء معذور جهل. وقيل الجهل ليس عذر إذا كان عائشا بين المسلمين، إذا كان هذا الشخص يعيش بين المسلمين فالجهل ليس بعذر. واستدلوا بحديث يعني يؤيد هذا القول، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فعلق ذلك على السماع، لا يسمع بي، فمن سمع بالنبي وبالقرآن وكان عائشا بين المسلمين فإنه ليس له عذر بالجهل لهذا الحديث الصحيح. وهذا القول هو الصحيح ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. لكن لو كان إنسان في بلاد كفر، أو إنسان يعيش في منطقة ما جاءها إسلام ولا جاءها دعوة، فهو معذور لأنه ما بلغه وما سمع عن النبي ولا عن الإسلام. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أيها الإخوة أول آية ذكرها الإمام محمد رحمه الله في كتابه، في كتاب التوحيد، وأول آية في هذا الباب الذي هو الباب الأول وجوب التوحيد. يقول الله: وما خلقت. ما معنى وما خلقت؟ أي ما أوجدت. الجن
عالم غيبي مستتر عن الأنظار. الإنس هم بنو آدم، وسموا بذلك لأنه يستأنس بعضهم ببعض. إلا ليعبدون، أي يوحدون ويتذلل لي ويخضع لي بالطاعة. المعنى الإجمالي للآية، يخبر الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لحكمة واحدة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. طيب، ما مناسبة الآية للباب؟ لماذا ذكرها المؤلف بباب وجوب التوحيد؟ نقول الآية تدل على وجوب التوحيد. كيف ذلك؟ إذ أن الله عز وجل ما خلق الثقلين الإنس والجن إلا للعبادة، فثبت بذلك وجوب التوحيد. والله تبارك وتعالى خلقنا للعبادة ولم يخلقنا لحاجته إلينا ولا ليستفيد من طاعاتنا، فالله عز وجل ما يضره معصية العاصين. ولذلك قال الله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الآية أيها الإخوة فيها فوائد كثيرة. من فوائد الآية أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، وجه الشاهد وما خلقته. وقد قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والآيات في ذلك كثيرة. ومن فوائد الآية أن الحكمة من خلق الإنس والجن هي عبادة الله تبارك وتعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأعظم ما يتصف به الإنسان أيها الإخوة هو عبادة الله عز وجل، كما سيأتينا بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بالعبودية في أعلى المقامات وفي أشرف المقامات كما سيأتينا بعد قليل. ومن فوائد الآية أن الله خلقنا للعبادة لا لحاجته إلينا كما ذكرت قبل قليل. ومن فوائد الآية إثبات وجود الجن، أليس كذلك؟ نعم، لقوله: وما خلقته الجن. والجن من أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها، فإن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما المراد بالغيب؟ كل ما غاب عنك، ومن الغيب الجن. ووجود الجن هذا أمر معلوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فمن الآيات هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. وأيضا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. آيات كثيرة. كذلك في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر الجن، كما جاء في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. إذن وجود الجن بالكتاب والسنة والإجماع، ولا إشكال في ذلك ولا خلاف. أما دخول الجن في الإنس فهذا من أنكر ذلك فهو مبتدع، لكن ليس بكافر. يعني لو قال شخص: الجن لا يدخل في الإنسان، هل هو كافر؟ لا، وإنما هذا نسميه مبتدع. ومن فوائد الآية أن الجن خلقوا للغاية التي من أجلها خلق الإنس، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار،
فهم مكلفون. يقول شيخ الإسلام: وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء. إذن الجني الكافر يدخل النار بالإجماع، بإجماع الأمة، والآيات في ذلك كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، والآيات في ذلك كثيرة. واختلفوا في الجن المسلم هل يدخل الجنة أم لا على قولين. القول الأول أن جزاء الجن المؤمن النجاة من النار. القول الأول ما النجاة من النار، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم في الجن، ويجركم من عذاب أليم. قالوا إذا آمن وأسلم الجن فجزاؤه النجاة من النار، وهذا مذهب لأبي حنيفة وجماعة من العلماء. وذهب جمهور العلماء إلى أن الجن المؤمن المسلم يدخل الجنة، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن الله عز وجل امتن على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وهذا الكلام لمن؟ للجن والإنس. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس. الجن ماذا قالوا؟ نعم بلا، يعني نسيت أنا، أحسنت، ولا بلا بألائي بربك نكذب. فهم قابلوا هذه بالشكر القولي الجن. ومن الأدلة أيضا عموم قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وتشاهد أن الآية عامة. ومن الأدلة قول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومن فوائد الآية الحكمة في أفعال الله. الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة، علمه من علمه وجهله من جاهله. ومن ذلك خلق الناس، خلق الثقلين الإنس والجن. ما خلقنا عبثا ولا خلقنا هكذا سدى، وإنما خلقنا العبادة، إذن لحكمة. ومن يعطينا بعض الأدلة من القرآن أن الله ما خلقنا هكذا؟ حسن، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي آية أخرى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ما معنى سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. هذه الآية الأولى، أن الله خلق الإنس والجن للعبادة، فالعبادة والتوحيد. الآية الثانية قال المصنف رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما معنى بعثنا؟ أرسلنا. في كل أمة طائفة وجماعة من الناس رسولا، أي أن الله عز وجل أرسل في كل جماعة من الناس رسول. أيها الإخوة، ما تعريف الرسول وما تعريف النبي وما الفرق بينهما؟ هناك تعريف مشتهر عند الناس أن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا فيه نظر كما سيأتي الآن، هذا فيه نظر وضعيف. والصواب أن الرسول من بعثه الله إلى قوم كفار وجاءهم بشرع جديد، والنبي من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فالنبي الراجح أنه أمر بالتبليغ. وهناك ثلاث أدلة سأذكرها لكم. أولا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين. ومن الأدلة
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. النبي قال النبي. فهذه الأدلة تدل على أن النبي مبعث مرسل. إذن يبقى السؤال: ما الفرق إذن؟ نقول الفرق أن الرسول مرسل إلى الكفار، بينما النبي مرسل إلى المؤمنين. والرسول جاء بشرع جديد، والنبي جاء بشرع من قبله. أما القول الأول الذي مشهور عند الناس، وهو أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا قول ضعيف، بل مأمور بالتبليغ كما ذكرت في هذه الآية. أن اعبدوا الله، أي تذللوا له بالطاعة، واجتنبوا الطاغوت، أي ابتعدوا عنه. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطاغوت أجمع ما قيل في تعريفه ما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر تعريف جامع، قال: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طبعا مقصود من كان راضيا بذلك، من كان راضيا بذلك. فالمتبوع مثل ماذا؟ الكهان والسحرة. والمعبود مثل ماذا؟ الأصنام. والمطاع الأمراء الخارجين عن طاعة الله. معنى الآية الإجمالي: يخبر الله تبارك وتعالى أنه أرسل في كل أمة، وأرسل في كل جماعة من الناس، وفي كل قرن من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مناسبة الآية للباب، الباب ما هو؟ وجوب التوحيد. مناسبة الآية قوله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ففيه الأمر بالتوحيد وترك الشرك. هذه الآية فيها فوائد. أولا، أن دعوة الرسل هي التوحيد من أولهم إلى آخرهم، دعوتهم التوحيد وترك الشرك كما قال في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن فوائد الآية أن كل أمة أرسل فيها رسول، وهناك أدلة أخرى تبين ذلك. من الأدلة قول الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية التي معنا في هذا الباب تدل على أن الله عز وجل أرسل لكل قوم رسول، والرسل كثير، بعضهم نعرفهم بعضهم لا نعرفهم. ومن فوائد الآية فيها بيان وظيفة من وظائف الرسل، فالرسل لهم وظائف ومهمة. فمن وظائف الرسل الدعوة إلى التوحيد، كما قال الله تعالى في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. وأيضا من وظيفة الرسل رحمة الناس، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للناس. ومن فوائد الآية أن الرسل دعوتهم واحدة، ما هي؟ التوحيد. جميع الرسل دعوتهم واحدة، متفقين عليها، اتفقوا عليها، وهي التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم لهذا الحديث. فقد بين الله عز وجل، عفوا، لهذه الآية، فقد بين الله أن الرسل كلهم دعوتهم واحدة، التوحيد، موسى وعيسى محمد وإبراهيم، ومن قرأ قصة الأنبياء عرف ذلك، دعوتهم واحدة وهي التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم. قد يختلفون في باب الصلاة،
مثلا مثل قول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله حينما سئل هل صلاة من قبلنا مثل صلاتنا؟ قال لهم صلاة وعندهم صلاة، لكن الله أعلم بكيفيتها، لكن في أصل الدين وهو التوحيد متفقين على ذلك. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات، الأنبياء أولاد علات، أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى. واضح معنى الحديث؟ معنى الحديث أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، أما فروع الشرائع فوقع فيها اختلاف. ومن فوائد الآية إثبات الرسل والإيمان بالرسل، وأن الله عز وجل أرسل رسلا وقد بلغوا ما أمروا به وقاموا بالواجب بكامله. ولذلك الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن يا أخي المسلم أن الله عز وجل أرسل في كل أمة رسولا يبلغ دين الله عز وجل ويدعو إلى التوحيد، منهم من نعرف ومنهم من لا نعرف، كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة على وجوب التوحيد التي ذكرها المؤلف في هذا الباب قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى معنى قضى، وصى وأمر، ألا تعبدوا إلا إياه أي المعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله كما سيأتينا بعد قليل. وبالوالدين إحسانا، معنى بالوالدين إحسانا أي وقضى بالإحسان إلى الوالدين، كما قضى بعبادته سبحانه وتعالى وأمر بعبادته أمر بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين. المعنى الإجمالي للآية يخبر الله عز وجل أو أن الله أمر ووصى على ألسنة الرسل أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يهتم وأن يطيع وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل، ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قام بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. ما مناسبة الآية للباب؟ أن التوحيد آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله عز وجل بدأ به في الآية ولا يبدأ إلا بالأهم، فأول ما بدأ به وأمر به هو عبادة الله عز وجل الذي هو التوحيد. فمن فوائد الآية أولا أن التوحيد أول ما أمر الله به من الواجبات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولذلك كان أول واجب على المكلف ما هو؟ أن يؤمن وأن يتلفظ بالشهادة، لا كما يقول بعض أهل الكلام أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال، هذا خطأ، هذا خطأ، أول واجب على المكلف أن يؤمن وأن يشهد أن لا إله إلا الله. ومن فوائد الآية عظم حق الوالدين، من يخرج لنا وجه الدلالة؟ عظم حق الوالدين، ها؟ عليكم السلام، ها؟ أحسنت، أنه ثنى بهما وأتى بهما بعد حق الله عز وجل. وحق الوالدين والإحسان إليهما واجب، واجب، والإحسان ينقسم إلى قسمين قولي وفعلي. القولي بالكلام، بالكلام الجميل واللين، وقل لهما قولا كريما. وبالفعل، كيف بالفعل؟ بالمصاحبة والنفقة عليهما وطاعتهم. طيب ما حكم طاعة الوالدين
واجبة بشرطين، واجبة بشرطين. الشرط الأول ألا يكون في معصية، قل لا. نعم، فلو أمرك أبوك أن تشتري له دخان أو خمر أو أمر محرم فإنك لا تطيعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني من الشروط ألا يتضمن، يعني ألا تتضمن طاعتهما ضررا على الولد سواء ضرر دنيوي أو بدني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ربما يأمرون بأمر يكون فيه ضرر الابن، ما يجب طاعتهما. طيب، من يقدم الأب أو الأم مع الدليل؟ من يذكر لنا؟ الأم. أحسنت، أحسنت. حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثلاث مرات، قال في الرابعة ثم أبوك. والأدلة على إحسان الوالدين كثيرة جدا، ومن ذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحقوق الوالدين من الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشاهد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وجاء في حديث رواه الترمذي وصححه قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. الآية الرابعة قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما معنى الآية؟ يأمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل، وهو المستحق أن يوحد وأن يعبد ولا يشرك في عبادته شيئا. واعبدوا الله ما يكفي، ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي، نفي الإلهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الإله، إثبات الإلهية لله تبارك وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك هي معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن معنى لا إله إلا الله عبادة الله والكفر بالطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. فاجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما هو الشرك؟ الشرك تعريفه أيها الإخوة هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، هذا هو الشرك، وهو أعظم ذنب عصي به الله. ولذلك ماذا كان عقابه كما سيأتينا؟ صاحبه مخلد في النار، أي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، عمله حابط كما قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما سبق معنا في الأصول الثلاثة ذكرناها لكم. ولا يغفره الله، إن مات الإنسان على الشرك لا يغفره الله. ما هي الآية؟ إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق النهي، فتعم كل شيء، ما يجوز أن تشرك مع الله أي شيء، ولا صغير ولا ذباب، ما يجوز أن تشرك مع الله ولو كان حقيرا، أي أمر من أمور الدنيا، لا نبي ولا ملك ولا ولي، بل حتى الدنيا لا يجوز أن تجعلها إلها مع الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، كما سيأتينا بعد عدة أبواب هذا الحديث، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، سماهم
عبد. نعم، من يركض وراء الدنيا وراء الأموال عبد، يعمل للأموال ويجمعها ويحفظها ويحب من أجلها ويبغض من أجلها ويعطي من أجلها ويمنع من أجلها، هذه إلهه أليس كذلك؟ نعم. واعبدوا الله، دليل على أن أول واجب ما هو؟ هو التوحيد، وهو عبادة الله لا النظر والاستدلال كما يقول بعضهم. ويدل لذلك حديث معاذ، فإنه حينما أرسله ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هل قال ادعهم إلى أن ينظروا؟ لا. هل قال لهم إلى أن يستدلوا؟ أبدا، وإنما دعاهم أن ينطقوا وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك عند العلماء ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وهو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وشرك أصغر. ما مناسبة الآية للباب؟ واضح، واعبدوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ففيها الأمر بالتوحيد، فإن الباب كما قلنا باب وجوب التوحيد. وهذه من الآيات، هي الآية الثالثة والرابعة، الثالثة تقريبا، في من ضمن الأدلة التي تدل على وجوب التوحيد. حقيقة معها الرابعة، نعم الرابعة. طيب، ما بقي على الوقت إلا قليل، أقوم بمراجعة. ما هي أنواع التوحيد؟ نعم تفضل، عيد الأسماء والصفات، حسنت. ما هي أول آية ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه استفتح بها؟ نعم حسنت، فما خلقت الجن والإنس. ما حكم من أنكر وجود الجن؟ ما حكم من أنكر وجود الجن؟ كافر، لأن يعني الجن موجود في القرآن. طيب، الجن مؤمنهم وكافرهم، هل المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل النار أم لا؟ نعم، كل مسألتين خلاف؟ لا، ها؟ بالإجماع يدخل النار. حسن، خلاف الراجح؟ أحسنت، الراجح أنه يدخل الجنة. لماذا سموا الإنس بهذا الاسم؟ ها؟ نعم، يعنس بعضهم ببعض. الله خلقنا للعبادة، هل خلقنا لأمر آخر؟ هل هو يعني لحاجتنا؟ طيب، ماذا، ما هي الأدلة تدل على ذلك؟ ما أريد، هل أفعال الله لحكمة بحكمة أو لا؟ نعم، الدليل أنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلقنا عبثا ولا سدى. ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب وجوب التوحيد؟ أن الله ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته. طيب، الآية الثانية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. من يقول لنا تعريف الرسول والنبي المشتهر عند الناس؟ نعم، نعم، هذا في نظر، والصحيح مأمور، لكن الرسول وأرسل، أحسنت، ما هي مهمة الرسل؟ نعم، الدعوة إلى التوحيد، وهي دعوة جميع الرسل. طيب، دعوة الرسل هل هي متفقة في شيء ومختلفة في شيء؟ ما هي متفقة فيه وما هي مختلفة؟ التوحيد وأصل الدين. نعم، الفروع، نعم، مختلفة. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أولاد علاته؟ من هم أولاد العلات؟ نعم، من أمهات شتى، من أمهات شتى.
الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما وجه الدلالة على أو ما مناسبة الآية للباب؟ ما مناسبة الآية للباب؟ نعم، أنه أمر بعبادة الله فبدأ بعبادة الله، فهو إذن أول الواجبات، أول الواجبات. نكتفي بهذا أيها الإخوة، باقي لنا يعني آية وحديث كان بودي أن نكمل لكن انتهى الوقت، وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نكمل الدرس الثاني ونذكركم بالمراجعة، ستكون هناك مراجعة أول بأول وتسمية. والله تبارك وتعالى أعلم، أسأل الله عز وجل يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يحيينا على العقيدة الصحيحة وأن يميتنا عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.